المخرج جايفن هود يعود بفيلم خيال علمي جديد بعنوان لعبة إندر. أحداث الفيلم مستوحاة في الحقيقة من قصة للكاتب أورسون سكوت كارد الذي كانت له آراء مناهضة للمثليين الجنسيين في السنوات الأخيرة، ما جعل بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان يدعون إلى مقاطعة الفيلم. جايفن هود عرض فيلمه الأسبوع الماضي في سان دياغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتطرق بالمناسبة إلى مواقف سكوت كارد. لقد تفاجأت كثيرا عندما قرأت تصريحات أورسون التي لا أوافقها طبعا. أنا من أشد المعجبين بكتاباته، ولكني شعرت بصدمة حقيقية لما قاله. أتفهم تماما دهشة الكثيرين من مواقفه، ويمكننا ملاحظة ذلك على شبكة الإنترنت. أورسون كتب قصة عظيمة، ومن الصعب فعلا أن تكون لنا آراء معاكسة تماما لآرائه. بعد 70 عاما من حروب متواصلة مع كائنات فضائية غزت الأرض، يكلف ضابط في الجيش على متن إحدى السفن الفضائية بتدريب فتى ذي قوة ذهنية خارقة ليتمكن من قيادة الحرب الأخيرة ضد الغزاة. الممثل الشاب آسا بيترفيلد شارك النجم هاريسون فورد بطولة الفيلم. هناك الكثير من المعجبين بالكتاب، وعندما بدأت التصوير فكرت في هذا الأمر كثيرا، لأن عملية الاقتباس قد لا تكون وفية 100% للقصة الحقيقية، لكن أعتقد أننا كنا قريبين منها كثيرا. أنا متأكد أن الجمهور سيكون سعيدا جدا بهذا الفيلم. فيلم لعبة إندر يعرض في قاعات السينما العالمية بداية من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ويتمنى منتجوه أن لا تؤثر آراء سكوت كارد على نجاحه.